كان عندي شاب بيتعلم عندي فوتوغرافيا، جه ما كملش الكورس بتاعه، وهو من عيلة ميسورة الحال في دبي، وبابا غني بشكل كبير، والولد كل شوية يفتح شركة على طول. ولما جي عندي الكورس كان عايز يفتح استوديو، كان عايز يشاركني. فقلت له يعني مرسي، بس انا ما بشاركش حد. بقينا اصدقاء، وبعدين كان بيجيلي من فترات الفترة يعني، وكل شوية بيفتح شركة وبيعمل بيزنس جديد. فكان مرة من المرات كان مكتئب يعني وجالي، فبقول له يا فلان انت لازم تعمل حاجات في حياتك عشان تنجح زي ما انت عايز. قال لي ايه؟ قلت له اول حاجة لازم تدي البنتلي بتاعتك دي لابوك، وتروح تتعلم الحاجة اللي انت بتحبها الاول، تشتغل فيها، وبعدين لما تفهم فيها وتنجح فيها تفتح شركة. مش بتحب حاجة تروح تفتح لها شركة. دي حاجة. تاني حاجة، انت النهاردة انت لسه متخرج وشغال وبدأ حياتك وعندك عربية بنتلي، طب انت نفسك في ايه؟ انت النهاردة ابتديت من النهاية. ايه الموتيف اللي عندك؟ ايه الحافز اللي عندك عايز تنجح عشانه؟ مهم قوي الحافز اللي عندك، مهم قوي يبقى عندك حافز. عشان كده الظروف الصعبة بتصنع نجاحات مميزة. فلو انت عندك كل العناصر دي، قليل قوي اللي بيعرف يستفيد منها ويستغلها ويعمل نجاحات مش عادية، عشان ما بقاش عنده الحافز لده.